كلام في كل مكان، بس الحقيقة وحدها في وجدان أصحابها. تمام. يعني احنا بنسمع كتير، بس انت عليك النهاردة تقول لنا الحقيقة والكلام الصح والكلام الغلط. أتمنى أن أقول الحقيقة، أتمنى. لا، انت، انا متعودة عليك انت بتقول الحقيقة. أتمنى. هل صحيح مفيش صداقة حقيقية في الوسط الفني؟ صداقة؟ في صداقة حقيقية في مع الفنانين بالوسط الفني؟ لا، في طبعا عندك أصدقاء كتير؟ في بس، وفي وفي يعني ايه في صداقة، وفي؟ يعني في صداقة حقيقية، أصحاب بيحبوا بعض وبيسألوا على بعض وبيودوا بعض وبيخدموا بعض، وفي بقى التناش اللي هو ايه، ما تعرفيش هل ممكن يكون ظروفه صعبة، أو ممكن يكون هو ايه مش جدع، يعني مش في حته، مش أصيل، في حته مقلقه كده، عايز اصاله اصيل. يعني الواحد لما يبقى مصاحب واحد ويحس انه تعبان لازم يتصل بيه على الاقل، يطمن عليه، يسال عليه يشوفه عايز حاجه. دي حاجات بتبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك عليها يعني بعد كده. وانت ايهم الاكثر جنبك، اللي بيطنشه ولا اللي بيسأله؟ عجبتك دي؟ والله اللي بيطنشوا كانوا كتير، رغم ان احنا كنا، يعني انا مش عايز اقول اسامي، مصطفى قمر، محمد فؤاد، اصدقاء كل العمر، دول احنا جيل واحد. هم احنا فين؟ طالعين هم مع فين بعض. في حياتك؟ احنا طالعين مع بعض، مفيش حد فيهم سأل عليا غير سامح يسري. سامح يسري المطرب الله يمسيه بالخير، والاستاذ اشرف زكي النقيب بتاعنا ده. بصراحه يعني ما سابنيش طول ما انا تعبان، بيتصل بيا وبيطمن عليا وبعت لي فلوس بصراحه نجيبه الخاص. وانسان محترم، هكذا يكون النقيب. هكذا يكون النقيب يا جماعه. مؤخرا بقى الاستاذ هاني شاكر، لان انا نقيب في لان انا عضو في نقابه الموسيقيين ونقابه الممثلين، اخيرا الاستاذ هاني شاكر خلى الاستاذ محمد ابو زيد يتصل بيا ويقول لي عايز اي حاجه، مش عارف. قلت له مش عايز اي حاجه. قال لي انت عملت ايه في المستشفى؟ كنت عملت عمليه يعني. قال لي طب ابعت لي الورق اللي انت عملت بيه العمليه عشان يدفعوا. فبعت له الورق، عملوا لجنه وطلعوا لي مبلغ برضه لا باس بيه يعني. فهي دي المفروض. وانت ليه قلت اخيرا؟ اخيرا قلت لي اخيرا هاني. اخيرا لان انا قبل كده كنت تعبان، ما كانش بيسال عليا، لدرجه ان انا قلت مره، قلت انا زعلان، انا ندمان ان انا انتخبته. ورجعت بقى في كلامي بقى، مش ندمان كده، مش ندمان يا استاذه هاني، انا مبسوط منك قوي. عشان انتبهوا لك يعني، عشان ودوك الفلوس ودفعوا المصاريف. الاستاذ محمد ابو زيد بصراحه قال لي هو اتصل وبيسأل عليك وعايز يطمن عليك، ايه اخبارك وبتاع. بس انت ومصطفى قمر ومحمد فؤاد كنتوا قريبين. احنا كنا على طول مع بعض. ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرهم؟ الله اعلم بظروفهم، ممكن يكونوا مشغولين، ممكن يكونوا يعني كل الجيل ده كله. وخالد عجاج بصراحه، خالد عجاج ده من اعز اصدقائي. كلمك؟ كنت مرة اتصلت بيه فما ردش، فكنت في برنامج قلت لهم يا عم ده انا بتصل بخالد عجاج ما بيردش. زعل جدا وكلمني بعد البرنامج، قال لي انا ما بردش، والله العظيم ما سمعت، والله العظيم انا كنت ما خدتش بالي، والله ده انت حبيبي، ده انت. قلت له خلاص انا مسامحك. خلاص انا عرفت انك انت فعلا ظروفك. فإنسان محترم جدا خالد عجاج، ومن يوميها كل يوم يكلمني على طول. طب انت تفتكر هما ليه ما بيتواصلوش معاك؟ خايفين تطلب فلوس؟ ممكن ده يكون سبب، او عاوز فلوس، او عاوز مساعدة مادية؟ لا، انا عمري ما بطلب، الحمد لله مستورة، الحمد لله مستورة، بس مش زي الاول طبعا يعني. انا كسبت كتير قوي واشتغلت كتير وكسبت كتير، بس كنت بصرف كتير. تصرف يعني على كسبت كتير وصرفت كتير. كانت تروح فين الفلوس؟
في الـ في الـ في الـ في الشقاوة. الشقاوة ندمت الوقت. طبعا. طبعا اوعوا تتشاقوا. ايه نوع الشقاوة دي؟ يعني تروح تسهر، تمشي مع بنات، تصرف على البنات، تصرف عليهم. يعني كده. طبعا كل دي اخطاء انا وقعت فيها، ما حسيتش بيها الا بعد ما تعبت. قلت ايه ده، سريت بقى يمر قصادي كده. ايه ده اللي انا عملها، والله وانا نايم شريت على الاخطاء اللي انا عملتها يمر قصادي كده. ايه اللي انا عملته ده، نهار عايز اضرب نفسي، عايز والله عايز اخرشم نفسي. بس الحمد لله تبت وصليت ورحت عامل. انا تبت. انا قلت انا كنت شقي، بقول للجمهور انا كنت شقي قوي، كنت عفريت، كنت شبعتق، بس الحمد لله انا تبت. يا دوبك من ساعتين الا دقيقتين وناوي علينا رسمه قدامكم عشان تبقوا شاهدين. انا تبت يا دوبك يا دوبك يا دوبك من ساعتين تقريبا. يعني بالظبط الا دقيقتين، ولا عدتش ابص شمال ولا عدتش ابص يمين، خطواتي بقت محسوبه وبحب ارقص على ايه. انا ياما لفيت، انا ياما عطيت، انا عمري ما كنت ببات في البيت. ده انا واد سهير ولعبت كتير، ده انا ليا تاريخ في الهلس كبير. بس الحقيقه انا تهت يا دوبك يا دوبك يا دوبك من ساعتين تقريبا. يعني بالظبط الا دقيقتين، ولا عدتش ابص شمال ولا عدتش ابص يمين، خطواتي بقت محسوبه وبحب ارقص على ايه. دي اللي فسرت وشرحت اكتر الوضع اللي انت كنت فيه. دي حبيت اعلنها ان انا تبت يعني خلاص، وربنا يسامحني. الحمد لله. يعني كنت تصرف كتير على انا البنات. قلبي ضعيف ويا الحلوين، وبحن اوامه بسرعه بلين. وبحب العود لو كان ملفوف دلوقتي خلاص ما بقتش بشوف. بس الحقيقه انا تبت يا دوبك يا دوبك. انت بقى اختصر كل الاجابات في انا تبت. انا تبت في دي، وفي الاخر ايه، ما تابش. ده في الاخر ما تابش، ده في الاغنيه. بس على الحقيقه انت تبت على كل الحاجات. لا انا تبت بجد. لا لانه عشان الازمات اللي بنمر بيها بتعلمنا، وبتلاقينا انه احنا لازم نعتمد على نفسنا قبل الاخرين. تمام.